بالطب يزيد الإيمان، بالطب يزيد الإيمان، أخذ الأسباب سعادتنا علمنا الحق الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبائي في الله، لقاء جديد وحلقة جديدة مع الطب الآمن. يعني قبل ما نبدأ في الحلقة نحب أن احنا ندعو الله عز وجل أن يتقبل الحج منا ومن كل من حج بيت الله الحرام هذا العام، وأن يكتب الحج لكل من اشتاق لحج بيت الله الحرام، أن يكتب له الحج في العام القادم إن شاء الله تعالى. يمكن موضوع الحلقة النهاردة هنتكلم عن زي ما ادينا وصايا لحجاج بيت الله الحرام، هنتكلم عن ماذا بعد الحج. يمكن لو شايفين ان الواحد صوته جاي بعد الحج فيه بعض المشاكل اللي نشأت، مش هنقول نتيجة التزاحم، نقول نتيجة التقاء وأعداد وازدحام ملايين من البشر، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الإشارات وهذه العلامات علامات القبول لحج، أن يكون الإنسان راجع من هذه الفريضة كيوم ولادته أمه. قبل ما نبدأ الحلقة بالموضوع ونتكلم ماذا بعد الحج في المجال الصحي، أحب أني أشكر بعض الأشخاص، منهم يمكن يعني أقول كلهم يعتبروا إخوة تحابوا في الله واجتمعوا عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يظلنا وإياهم بظله يوم لا ظل إلا ظله. أدعو الله أنهم يكونوا شايفيني. منهم من أصر والله أن ما جيبش اسمه، لكن أنا بدعيله وادعيله على ظهر الغيب أن ربنا يكرمه ويبارك له في أسرته وأولاده. وإذا كنت أنا مش هذكر الاسم، فربنا سبحانه وتعالى بيذكر كل شيء تقدم في هذه الفرائض والنسك. ربنا فيش حاجة بتضيع عنده، لأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله أن يكتب كل ما قدمتموه في ميزان الحسنات. ويمكن عايز أخص بقى بالذكر اللؤلؤة البصريات، أخونا الشيخ الحاج حسين والشيخ محمد عبد الهادي والأستاذ عمرو سيد لمجهودهم الكبير. ناس كتير وقفوا معانا في الحج ويمكن ساعدونا ولزمونا، نقول لهم جزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكافئكم بالفردوس الأعلى وبصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. موضوع الحلقة أيها الأحبة في الله، ماذا بعد الحج؟ بنتكلم في المجال الصحي. كثير من الناس اللي ما كانوش بيمشوا ويتحركوا، أما راحوا إلى الأماكن المقدسة، طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، ووقفوا بعرفة ومشوا للجمرات، أو مشوا للمزدلفة ثم المزدلفة للجمرات، بذلوا مجهود وطاقة. بقول لهؤلاء، يقولك بعض الحجاج اللي راجعين معايا يقولوا الحمد لله احنا تحسنت لياقتنا. الكلمة دي كانت كلمة جميلة من بعض نقول الآباء، الناس اللي عدوا السبعينات، بيقولوا احنا مشينا عمرنا ما كنا نتخيل ان احنا هنمشي المسافات اللي مشيناها. بيقولوا هنحس بالحمد لله بنشاط وحيوية. بعضهم يقول انا احس ان انا ما عنديش مشاكل، الالام اللي كانت بتجيلي في رقبتي راحت، الالام اللي في ركبي، الوزن خف. نقول ايوه عرفت فلسفة. مش عايزين بقى دول يبقوا بذلوا مجهود وتعب في الحج ثم ما يرجعوا تاني بقى للكرسي والخطوتين للعربية والحركة. نقول لأول لهؤلاء استمروا في النشاط الحركي. ويمكن يعني لما نيجي نتذكر العداء البريطاني سينج اللي عمره 100 سنة، 100 سنة، خدوا بالكم، عشان بعض الإخوة يقولك إيه 100 سنة إزاي واحد عنده 100 سنة ويمشي. ده مشي 62 كيلو متر اللي هو الماراثون علشان يحقق رقم قياسي. احنا بنقول في الحج مشينا وتحركنا، نسأل الله سبحانه وتعالى ان نداوم على هذه الحركة، ونقول كثرة الخطى للمساجد كأننا بنطوف ونسعى. دي اول نصيحة. بنقول ماذا بعد الحج؟ بنقول
الناس اللي اشتكوا من أمراض نفسية وكانوا تعبانين ومكتئبين وعندهم قلق وعندهم اكتئاب وحزن، أما راحوا هناك بيقولوا كل الحاجات دي زالت يا دكتور بفضل من الله وبرحمة، حسنا بهدوء وسكينة وطمأنينة وراحة وسعادة مع كثرة الذكر والانشغال بالعبادة. نقول لهؤلاء عرفت فلزم، إن أنت كنت قبل ما تسافر عمال تعبان مش قادر تنام غير بقرص، مش قادر تتحرك غير بقرص، عايز حقنة حاجة تسكن لك اللي بيدور في الدماغ، القلق الوسواس، الناس اللي عمالة تشتكي من الألام النفسية. نقول طيب ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يا ريت احنا داومنا على الذكر في أول يعني هذا الشهر، شهر ذو الحجة، وقضينا أوقات الحج كلها في ذكر وتلبية وتهليل وتحميد، وختمناها بالتكبير، ما نجيش نضيع وقتنا وننشغل بأمور الدنيا فيجي لنا الاكتئاب والقلق من جديد. احنا نتكلم عن ماذا بعد الحج؟ في اتصال، مش عايزينكم تقعدوا على التليفون كتير. السلام عليكم. أختنا أم أحمد، السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. أنا سعيدة جدا يا دكتور إني بكلم حضرتك. الله يرضى عنك يا أختي. ربنا يبارك في صحتك يا رب. اتفضلي أم أحمد. لو سمحت يا دكتور، أنا عندي عندي قولون تعبان جدا. نعم. وبيحصل لي ارتجاع في المريء وانا قاعده. نعم. وعندي برضه نشاط روماتيزم، وانا يا دكتور تعبت جدا من العلاج، تعبت من العلاج خالص. عايزه اي حاجه تريحني بس بعيد عن العلاج، الله يكرمك. ان شاء الله. حاضر يا اخت ام، ان شاء الله. الاخت ام بسمله من المنيا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام. يا دكتور امير لو سمحت، انا كنت اشتريت زيت كنول. ايوه. بس يعني انا واثقه في حضرتك، واثقه في يعني في نوعيه الزيت جدا، ولكن انا يظهر ان انا مش عارفه استعمله، لان بنتي دي لي حوالي شهر ونص وحاسه ان شعرها ما طولش، بس يظهر ان انا مش عارفه استعمله. نعم. طيب ممكن بس ترد عليا في التليفون، لان الكهرباء بتفصل عندنا فمش هينفع الساعه اسمع حضرتك من التلفزيون. طيب هقول لك اهو طريقه استعمال الزيت. افضل طريقه لو الشعر عايزينه يطول، بعد الشعر ما يكون مبلول بندهنه كدهان مش حمام، وبعدين نسرح الشعر. انا بتعملهولها كل يوم بالليل. بس لازم الشعر يكون مبلول، يعني لازم يكون مبلول بالظبط. يبقى انت دي النقطه هتستخدميه على شعر مبلول، يعني بعد ما نغسل الشعر بندهنه وندهن بيه فروه الراس، بفضل الله ان شاء الله هتتحسن وهتطمنينا ان شاء الله في الاسابيع الجايه. الفهولها اغطولها او حاجه ولا تسيبولها زي ما هو؟ لا لو تلفيه يبقى كويس، الدفى كويس. الف اغطيه؟ ايوه. طب معايا اثنين توأم شعرهم برضه ما فيهمش شعر خالص، بنات، ممكن استعملهم الزيت ولا ممكن تنصحني باي زيت تاني؟ هو سنهم كام سنه؟ ده لسه 7 شهور. لا 7 شهور ما بنفضلش ان احنا نستخدم لهم اي حاجه، دول بيبقى لسه الشعر. مش اي زيوت ولا زيت زيتون ولا اي شيء، انت بس دول بتغسلي الشعر، بتهتم بنظافته وتسرحيه. معانا اختنا ام ردينا من الاردن. عليك يا دكتور. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت حضرتك يا دكتور هغلبك معايا، معلش انا اسف. ان شاء الله اختي مفيش غلبه، اتفضلي. عايزه تركيبه زيوت لبنتي لتجاعد شعرها وضعفه. نعم. وكم جرام من كل نوع احط لها وطريقه استعماله؟ الله يجزيك عنا كل خير يا دكتور. حاضر حاضر. وحضرتك قبل كده قلت عن النخاع الخام اسلقه؟ نعم. بس مش عارفه اضيف له ايه يا دكتور، قول لي اضيف له ايه وكم جرام برضو من كل نوع وطريقه استعماله. حاضر. ربنا ربنا. لو سمحت يا دكتور، عندي بنت عمرها سنه ونص، احط لها من الكريم ومن الزيت ولا لا؟ بنتك عندها قد ايه؟ سنه ونص. طيب هقول لك. حاضر. معانا أختنا أمة الله من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، أنا بشرب الشاي الأخضر مرتين في اليوم، الصبح وبالليل. أيوه. هو في أضرار بعيد عن التخسيس، في أضرار على الجسم؟ لا ما فيهوش. لا مرتين ما بفوش. لا مرتين الصبح وبالليل؟ لا لا لا، ده كويس جدا. ما فيهوش أي أضرار؟ لا ما شاء الله ما فيهوش. طب لو سمحت، في عيل صغير عنده 2 أو 4 شهور ما بيتكلمش الا ماما وبابا، ممكن نحط له الحرمل على رجله من بالليل للصبح عشان يتكلم يعني بسرعه؟ وعنده كام شهر؟
عنده سنتين واربع شهور وبيقول بابا ماما. اه حاضر هقول لك تعملي ايه. معانا الاخ عصام من الجيزه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. استاذنك يا دكتور، انا عندي تيبس في جميع مفاصل الجسم. ايوه. مما ادى الى تاكل في المفاصل بتاع الجسم والحمد لله رب العالمين. نعم. وعايش حاليا على المسكنات وكده. ايوه. فمش عارف والله، معدتي تعبتني جدا. وتشخيص المرض قالوا لك ايه يا عصام؟ نعم يا فندم. تشخيص المرض باللغه الانجليزيه انت اكيد عرفته. بيسموه ايه؟ مش فاكره؟ طيب. ايوه حضرتك، بس مش سامع حضرتك والله. بقول لك تشخيص المرض بالانجليزي قالوا لك ايه؟ طب هجاوبك ان شاء الله يا اخوي. الاخ طاهر. ايوه السلام عليكم. الاخ طاهر من الامارات. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. لو سمحت يا دكتور، انا عندي بنتي عندها سنه وخمس شهور. ايوه. بس الشعر بتاعها ضعيف جدا يعني. أيوة. هو في شويه من قدام كده طوال، بس من ورا تحس انه ضعيف يعني، ما طلعش الشعر وكده. فكنت عايز يعني لها زيت يعني. كنت سالت على كنوز هنا في الامارات يعني، اتصلت عليهم. قالوا لي ب 250 درهم والتوصيل على حسب الصلابيه وكده، فكنت مش عارف يعني في توصيل موجود في الامارات برضو ولا لا. نعم. حاضر اقول لك تعمل لها ايه. حاضر. اختنا ام محمد من المنيا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. الله يبارك لك يا رب ويرزقك الرحمه كلها. الله يرضى عنك. لو سمحت يا دكتور، يعني في بقع بني كده على الخدود. وبرضو عندي ابني برضو عنده 10 سنين. بس وسؤال ثاني، بنتي عندها شهرين وعندها كحه ناشفه شويه. ايوه. بس معلش سؤال ثالث، عندي ابنه عنده 5 سنين. كنا عملنا تحاليل وكده، فالدكتور قال عنده انيميا. ايوه. بس فمش عارفين يعني نعمل ايه، اي حاجه طبيعيه يعني. حاضر. اختنا ام عبد الرحمن من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور. اتفضلي يا اختي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا عندي ابني عنده سنه. ايوه. من ساعه ما اتولد بيعاني من صديد في البراز. ايوه. خد ادويه كتير او امبروزول وفلاجين ومطهر حاجات كتير قوي وستريبتوكين ومضادات حيويه كتيره. نعم. ما يغيبش 20 يوم ويرجع تاني نفس الموضوع. ايوه. دلوقتي اخر تحليل سمح الله امبارح طلعت الصديد نسبته من 30 ل 50. نعم. وعنده اميبا. حاضر. الله يشفيه ويعافيه يا رب. اختنا ام حنان من البحيره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. اتفضلي. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اختي. ايوه يا دكتور. اتفضلي. لو سمحت، انا عندي بنت شعرها بينزل بكثره. ايوه. وفي تقصف، بس هي شعرها ما بيجيش على الزيت. لو استخدمت لها اي زيوت، زيوت بتنشف شعرها. هل نستخدم لها زيت كنوز ولا ايه الحل؟ بس هو بينزل بكثره يعني، كثره شديده يعني. حاضر نقول لك تعملي لها ايه. حاضر. اختنا امة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لحضرتك ايه يا دكتور؟ اتفضلي. انا ابني عنده 5 سنين. وكان جاله فيروس ايه في الكبد. كان جاله فيروس ايه في الكبد، ورحت للدكتور وكده وقال لي هو راء، وعملنا تحاليل طلعت الوظائف يعني يعني مش مظبطه، وقعدنا شهر وعملنا تاني رجع كل حاجه لطبيعتها، وقال لي هو كويس وطمني وكده، بس انا خايفه قوي وحاسه يعني. نعم. طيب ان شاء الله نقول لك تعمل له ايه. طبعا الاسئله كترت، نسال الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض وأن يعفو عن كل مبتلى. أما نرجع لماذا بعد الحج. احنا قلنا موسم الحج الناس اللي مشيت مفروض تداوم على المشي، الناس اللي حسوا بطمأنينة وهدوء وسكينة، وأن القلق
والوسواس والاكتئاب والحزن زال، ان هم يداوموا في الذكر، لان الا بذكر الله تطمئن القلوب. الامر الثاني يمكن الجانب الايماني النفسي، ان الانسان في الحج بينشغل بنفسه انه بيبقى قدامه هدف واحد، وهو ان يرجع كيوم ولدته امه، اي مغفورا له، يرجع بلا ذنب ولا خطيئه. فيهتم الانسان بذاته، ما يبقاش طول ما هو ماشي عمال يشير على اخطاء الاخرين. لكن في الحج الانسان بينحصر، بيبقى علاقه مباشره بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ده علاج اجتماعي لمجتمعنا. مجتمعنا اكثر الناس فيه كل واحد يرى الاخر، يعيب على التاني، يشير الى عيوبه، يتصيد له الاخطاء. نقول لا، ارجع من درس الحج وانت مدرك تماما. انما بتشاور بصبعك كده على حد تقول له انت كذا، في ثلاث صوابع بيشاوروا عليك انت نفسك، في صباع دي لكن ثلاثه تجاهك انت. فالانسان يتدبر ذنوبه، هو يبص ايه هو اللي فيه من عيوب ويصلح من نفسه، وهو بيشاور كده يعلم ان هذا الاصبع ينظر الى السماء، ان الله شهيد رقيب حسيب مطلع. يبقى في هذا الجانب الايماني الانسان مش هيتعب نفسيا لما يلاقي في عيوب في الاخرين، يعلم ان في نفسه هو العيوب الكثيره. واذا كان ليك عين بتنظر لعيوب الاخرين، فان للناس عيون ينظروا لعيوبك انت. الجانب الصحي اللي ظبط نظامه الغذائي في اثناء موسم الحج واثناء العباده واثناء الطواف والسعي، لابد ان يظبط نظامه الغذائي بعد العوده. كثير من الاخوه والاخوات، يعني انا لسه واصل ما بقيش ايام قليله جدا، تليفونات كثيره جدا بتتكلم عن اللي تعبوا بالام المفاصل نتيجه اكل اللحوم بافراط في شهر ذو الحجه بعد الاضحيه. الناس قعدوا بقى ياكلوا في لحم، ومعروف ان النقرس بيزيد مع حمض البوليك نتيجه اكل اللحوم الحمراء، ويقول لك انا ما اكلتش دهون، انا كل اكلي لحوم حمراء. طبعا اللحوم جابت لهم، بعض الناس اشتكوا من الامساك، بعض الناس اشتكى من تلبك معوي، بعض الناس اشتكى من الام في المفاصل مش قادر يحط رجليه على الارض. نقول لا، نرجع بسرعه نتدارك الموقف، نرجع للبقدونس وشراب البقدونس واكل البقدونس وعصير البقدونس، شرب الميه بوفره، ونبتعد قدر المستطاع عن اللحوم الحمراء والكبده والكلاوي والطحال، الحاجات اللي كناها نقول خلاص عدت، ولكن نتدارك الامر، مش عايزين نلجأ بقى الفورات وأدوية شديدة وبعد شوية نشتكي نقول ده الكلى تعبت. لا، خلي عندنا حرص وتركيز. النصيحة الأخيرة للناس اللي بتكلم بقى، مش نصيحة غذائية، لا، في نصيحة إيمانية أخرى لهؤلاء الذين تعلموا الصبر. الصبر أنه هيطوف لازم يتمهم سبعة، اللي هيسعى لازم يتمهم سبعة، ما يقدرش يقول ثلاثة وكفاية. لا، نقول تعلم الصبر في هذا. فمناشد كل مريض، الصبر عند البلاء والله له مرتبة عظيمة، كما أخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاءته المرأة التي كانت تصرع، فقال لها: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت وكانت لك الجنة. فقالت: أصبر يا رسول الله. الصبر كان الحج مدرسة للصبر فعلا. لذلك يعني أوصي نفسي وإياكم ان احنا نصبر انفسنا قليلا، ما يبقاش عندنا الحمقه والعصبيه والغضب الشديد. لا، نصبر ونحتسب ونهدو، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا ولكم الشفاء. هنبدا بالاسئله. اختنا ام احمد، في اتصال تاني قبل ما نبدا الاسئله. اخونا محمد من بورسعيد، السلام عليكم. السلام دكتور امير، اتفضل يا اخي. أنا بالنسبة أنا داخل على موضوع الجواز، فأنا أقعد أتنصف مرن على الانتصاب وكده بس. نعم. عايز تطمن على نفسك قبل ما تتجوز. طيب. الحاجة فاطمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على سلامتك. الله يسلم حضرتك. ربنا يجعلها حجة مقبولة إن شاء الله. الله يبارك فيك. قبل العودة بإذن الله. واياكم يا حاج. يا رب يخليك. بقول لحضرتك يا دكتور، يا رب يخليك، بس عايزه حضرتك تجاوبني بعد ما اقفل.
حاضر. بقول لحضرتك انا دلوقتي سيده يعني تقارب سن على 60. ايوه. ويمكن قلت لحضرتك انا الـ 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 المشكله دي بس كنت قبل ما اعمل العمليه، ان انا كنت بعاني من انسداد او في القناه العصبيه. ضيق في القناه العصبيه. وبعدين الحمد لله عملت العمليه من حوالي شهرين. ايوه. دلوقتي يا دكتور انا مش شايفه تحسن خالص، بل بالعكس، ان انا كنت الاول بمشي شويه واقف شويه واخد مسكنات واعامل دلوقتي يعني اقضي حاجتي بنفسي، ان انا ما عنديش اولاد وكده يعني يخدمون. نعم. كنت بقف اغسل مواعيني اطبخ اعمل، دلوقتي انا ما بقدرش اقف على الحوض اتوضى. عملتي علاج طبيعي يا امو؟ لا ده انا لسه عامله العمليه ليا شهرين. ما شهرين ده لازم نعمل العلاج الطبيعي. يعني لازم علاج طبيعي؟ ده على طول اول ما تفوق من البنج. طب بقول لحضرتك يا دكتور يا رب يخليك تجاوبني بعد عشان الصوت بعيد ومش سامعه. أيوة. انا بقول لحضرتك دلوقتي انا عايزه تعليمات ما بعد العمليه، يعني مثلا اقعد امشي اميل اجيب حاجه اعمل، يعني اخدم نفسي ازاي؟ دلوقتي انا عايشه على المسكنات وبحس بتعب جامد جدا وما اقدرش اقف على الحوض اتوضى. طيب. يا دوبك من السرير للحمام حوالي 6 متر كده الصاله بتاعتي. لا انا الخص لك الموضوع يا حاجه فاطمه، انت هتشوفي دكتوره علاج طبيعي تبدا تحركك، ان انت مفروض بعد الجراحه مباشره الواحد يفتح عينه من البنج يلاقي دكتور العلاج الطبيعي واقف جنبه، يبدا يقول له هتنزل ازاي وهتتحرك ازاي وهتمشي ازاي وهتقوي عضلاتك ازاي. لكن حضرتك تأخرتي في هذا الموضوع، فممكن بيحصل تليف في القناة بعد ما تكون اتوسعت شوية، يحصل فيها تليف نتيجة عدم الحركة. فالنصيحة ليكي بمنتهى البساطة هتشوفي دكتورة علاج طبيعي متخصصة في العمود الفقري، هتيجي تعمل لك جلسات علاج طبيعي علشان تقوي عضلاتك وتقوي عضلات الظهر اللي اتفتحت وعضلات البطن والرجلين والكتاف عشان لو هتمشي بعصاية، وبعدين ان شاء الله بالتدريج هترجعي لحالتك الطبيعيه. اختنا ام عمر من كفر الشيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف ايه يا دكتور؟ اتفضلي يا اختي. بصي الاول جزاكم الله خير على المعلومات اللي ناخدها من حضرتك. الله يجزيك خير. عايز بس معلش موضوع الشعر الخفيف وكده والتساقط وكده، انا كنت خدت وصفه اللي هو الزيت وكده، هو نعم. كويس يعني ما شاء الله الشعر بقى كويس، يعني عملت وصفة النخاع وكده، لكن الشعر الفتلة بقت كويسة بتاعت الشعر، لكن التساقط زي ما هو. لكن أنا حاسة إن فتلة الشعر بتقوت عن الأول وبيطول، لكن السقوط زي ما هو. طب يا أخت أم عمر ما تقولي لنا الوصفة تاني عشان لما يسمعوها الناس منك أنت هتختلف عني. عملت اللي هو زيت النخاع. أيوه. على حطيت عليه زيت زيتون وزيت ال اللهم صل، انا حطيت اربع زيوت انت حضرتك قلتهم قبل كده كم مره. زيت الاملج. ايوه زيت الاملج. وزيت الزيتون وزيت نعم وزيت النخاع. معلش انا نسيت بس انا حطاهم اربعه على زيت نعم. النخاع دم. ليه انا بقول لك الكلام ده؟ ان انت بنقول لاخواتنا اللي ما تقدرش تشتري الزيت، احنا بنقول الوصفه في التلفزيون، فاللي يستطيع يشتريها يشتريها، اللي ما يقدرش بيجيب الزيوت دي، وانت جابت معاكي النتيجه بفضل الله. جابت نتيجه الحمد لله، بس موضوع السقوط ده مش عارفه. انا هقول لك للسقوط بقى تعملوه ايه. تاني سؤال معلش يا دكتور. المناطق اللي هي في مناطق اسوده في الجسم، يعني مناطق بتبقى يعني لو في مثلا وصفه او كده نعملها. وعايز اقول لك يا دكتور على البرنامج بتاعك بس نصيحه، لو هتعمل لك كل اسبوع نظام غذائي ينزل وزن شويه، لان انا بصراحه يعني باخد النصيحه من حضرتك بطبقها على طول، لان بحس بها بالاخلاص الحمد لله والصدق يعني. الله يتقبل منك. فلو في نظام غذائي كل اسبوع كده نمشيه مع حضرتك واللي يخس يخس ربنا ييسر حالك. وطبعا فكره جيده، ويمكن نحاول نطبقها بقى مش الاسبوع اللي جاي اللي بعده، ان نجيب نظام ونكتبه، يعني نكتبه على الكمبيوتر ونيجي كده واحنا بنعمل دقيقه اخد نفسي فيها ننزل النظام مكتوب تنقلوه بسرعه، وده نقول ده يناسب الحوامل، ده يناسب اللي اترضع، ده يناسب كذا، ولعل الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. هنرجع للاجابه. اخونا الاستاذ عبد الكريم بيقول لي التليفون مش راضي يبطل وعايزين نجاوب بسرعه، فانا يعني خلي معاكم يعني ايه، اللي عايز يكتب يسجل، واللي مش هيقدر يشوف الحلقه على الموقع بتاع القناه او الموقع الخاص بالدكتور امير صالح. بنقول اختنا ام احمد بتقول القولون تعبان
وعندي ارتجاع في المريء وعندي نشاط روماتيزمي في جسمي. كل واحد من دول سؤال. القولون تعبان بنقول يا أم أحمد انت من نفسك عارفة الأكل اللي بيتعبك ايه هتتجنبيه، يعني هنبعد عن الشطة، نبعد عن المسبكات، نبعد عن الحراق، نبعد عن مكسبات الطعم واللون اللي هي البهارات المجهولة اللي بتيجي كده يقولك ده كيس للكفتة، ده كيس للسمك، ده طبعا الكلام ده نبتعد عنه. ليه؟ ان ده بيبقى فيه مواد بتهيج جذر القولون. القولون بيتغذى بعصب يسمى العصب الحائر. الحائر يعني ايه؟ يعني ممكن لو تنرفزت اتعصبت اتوترت القولون يتعب، فبنقول علينا بالهدوء. طب نهدى ازاي؟ كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. طب ازاي مش هنغضب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اكثروا من الذكر، والله في الذكر نعمة كبرى للجسد وللعقل وللنفس والروح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بيه. يبقى الأكل الخفيف. طب هناكل أكل إيه بقى عشان رايح القولون؟ ناكل أكل مسلوق، نيف ني، طواجن، أبعد عن المقلي والمحمر، وفي نفس الوقت ممكن أخد عشب البابونج اللي هو زهرة البابونج مغلية بعد كل وجبة بتريح. مغلي الشمر بعد كل وجبة بتريح. الشمر على اليانسون بعد كل وجبة بتريح. الوصفات سهلة وبسيطة وميسرة. ارتجاع المريء بنقول ممنوع الأكل قبل النوم مباشرة. ناكل 5 وجبات صغيرة، ما ناكلش وجبة تقيلة في العشاء. ليه؟ مجرد ما هنام على المخدة هلاقي المريء بيتفتح وبيطلع الأكل وطلع عصارة حامية بتكوي صدري. طب على إيه التعب ده كله؟ خلينا 5 وجبات صغيرة بالليل، ما أكلش وأنام، لا أكل بدري شوية، أكل مع صلاة العشاء وأستنى لما أنام 3-4 ساعات، والأكل في العشاء يكون خفيف، تفاحة، كوباية زبادي، بقسماطة، كوباية حليب، كلام بسيط جدا. طيب وممكن ناخد إيه؟ ناخد قطعة صبار في حجم الحمصة على الريق يوميا لمدة أسبوع. النشاط الروماتيزمي نبعد عن اللحوم الحمراء أساسا، وكتير من الناس اشتكوا مفاصلهم في العيد لأن أكلوا كمية لحوم حمراء كبير. فبنقول البعد عن اللحوم الحمراء، عن الكبدة، الكلاوي، الطحال، القلب، الأوانس، الحمام، الوز، البط، الحاجات دي، والبقول. البقول يعني فول وطعمية وحمص. يعني ليه بقول الحمص؟ إن قابلت أخ في الحج من الإخوة السوريين، اللهم فرج كربهم وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين، قولوا أمين. بيقول لي أنت ليه ما بتذكرش الحمص؟ ده احنا في الشام أكلنا كله حمص، أنتوا مهتم بمصر إنه بياكلوا الفول، اهتم بالحمص. فقلت له إن شاء الله نجيب ذكر الحمص، وعسى إن هو يكون شايفني فله مني كل التحية. فبنقول البعد عن ده، وبندهن المفاصل بزيت زيتون وزيت نعناع، ونعمل جلسات علاج طبيعي. الجهاز تنس والموجات الفوق صوتية وتقوية العضلات في غاية الأهمية للنشاط الروماتيزم. أختنا أم بسملة من المنيا، وضي طبعا احنا جاوبناها، بتقول عندي 2 توأم بنات استخدم لهم عشان سنهم صغير، قلنا لها لا بلاش، وقلنا لها طريقة استخدام الزيت اللي هو على الشعر المبلول. أختنا أم ردينة من الأردن بتقول عايزة تركيبة لزيوت تجعد الشعر. طبعا التركيبة لسه قالها أختنا، بس هقولها تاني عشان عايز كل الناس تعرف أن الموضوع سهل وبسيط وميسر. هنجيب زيت الزيتون، زيت الأملج، زيت الجرجير، وزيت النخاع. ممكن نستخدم بدل زيت النخاع زيت البابون، بدل زيت النخاع ممكن نستخدم زيت النخاع. بعض الناس يقولوا طب عايزين نستخدم النخاع الأصلي زي مكالمة أختنا، بنقول بنجيب النخاع نسلقه وناخده بنفس الكمية. بتقولي طب قول لي المقادير تحديدا. المقادير لا، انت تشتري ازايز قد بعض، يعني تجيبي من هنا 20 جرام 20 جرام 20 جرام وتعمليهم على بعض بمقادير متساوية. اختنا أمة الله من القاهرة بتقول انا باخد الشاي مرتين، هل ده في مشكلة؟ لا طبعا الشاي الاخضر مفيد. تقول طب طفل عنده 2 و4 شهور ما بيتكلمش، تقول احط له خردل او احط له بعض الاعشاب؟ لا مش عايزين نديله اعشاب حرمل. قلت لا مش هنعمل له حرمل، احنا الطفل ده المفروض بيعمل حجامه في 3 مواضع، انا هوريلكم الـ3 مواضع اهو، تحت الدقن هنا دي عشان النطق، ويعمل واحده هنا عشان التركيز والكلام،
يعمل واحدة على الكاهل مرة في الشهر لمدة 3 شهور. وخلال الأسبوع حضرتك يا أخت أمة الله بتستخدمي له الحجامة الجافة مرتين في الأسبوع، وبعدين توديه يعمل جلسات تخاطب، مش نديله حرمل. حرمل بيتاخد في حالات الصرع فقط وبنسبة بسيطة. أخونا الأستاذ عصام من الجيزة يقول عندي تيبس في جميع مفاصل جسمي، باخد مضادات للروماتيزم ومسكنات، تعبت لي معدتي وجهاز الهضم طبيعي طبعا فترة طويلة، بنقول عليك بالعلاج الطبيعي المائي. المرضى اللي عندهم تيبس في المفاصل أفضل علاج ليهم هو العلاج الطبيعي المائي. يعني إيه العلاج الطبيعي المائي؟ بنروح في جلسات بيبقى في حمامات خاصة في مراكز العلاج الطبيعي الكبيرة، تبقى درجة الحرارة فيها دافية، بيبقى فيها طالع موجات بشكل معين عاملة زي جهاز الجاكوزي كده، يعمل تمرينات لمدة نصف ساعة، بيطلع من التمرينات دي بفضل من الله يحس ان المفاصل لانت والحركة احسن والدورة الدموية انشط. نقول يا ليت تجد اقرب مركز علاج طبيعي مائي جنب البيت يا اخ عصام، وتبدأ تعمل 3 جلسات في الاسبوع، ربنا يشفيك ويعافيك. اخونا الاستاذ طاهر من الامارات بيقول بنت سنة وخمس شهور والشعر خفيف جدا والزيت ب 250 درهم، اعمل ايه؟ بقول له يعني سنة وخمس شهور اصبر عليها لما تبقى عندها سنتين، واعمل لها الوصفة اللي انا لسه قايلها، ارجع بالشريط كده ثانية هتلاقي نفس الايه الكلام اللي قلته اللي هو الزيوت والنخاع وكده. بس يعني سنة وخمس شهور اصبر عليها شوية واهتم بالتغذية، دي عصائر طبيعية، مية بعسل، منقوع التمر واضربه لها في الخلاط، منقوع التين، منقوع الزبيب، زبادي، معجنين القمح. الأطعمة أو المكملات الغذائية للطفل اللي عنده سنة وشوية بفضل الله بتقوي الشعر، لأن العناصر الغذائية بتبقى مطلوبة للشعر. أختنا الأستاذة أم محمد من المنيا بتقول عندي بقع بنية على الخدود، وعندي برضو الكلام ده عند ابني. ده أول سؤال. وعندها طفل عنده شهرين وعنده كحة ناشفة، وابن 5 سنين عنده انيميا. خلينا في السؤال الاول اللي هو بقع بني على الخدود. طبعا في وسائل كتيره جدا، يعني لو عايزين نعمل كريم واكتبوا بقى الكريم اهو لغايه ما اعمله لكم في عبوه بس ما حدش ياخد مني التركيبه واعملها. بنجيب بودره، انتوا عارفين اليقطين. اليقطين مش القرع العسل، عشان الناس اللي بتقول اليقطين هو الكوسه وهو قرع العسل، لا، بنجيب اليقطين ده بنجففه، طبعا مش نحمصه، نجففه في مجفف، بعدين نطحنه، بعدين نضيف عليه زبادي، ونضيف عليه عسل نحل، ونضيف عليه زيت زيتون، ونضيف عليه البياض البيض اللي هو بنسميه الزلال البيض، ونعمل منه قناع. القناع ده بندهنه ونسيبه على الوجه لمدة 45 دقيقة لساعة بفضل الله عز وجل لمدة 9 أيام متتالية، نعمله مرتين في اليوم، بتروح هذه البقع الغامقة مع عدم التعرض لأشعة الشمس خصوصا وقت الظهيرة. الطفل اللي عنده شهرين وبيكح بنقول يا ريت ما ندروش احنا حاجة، يا ريت ندي للأم تاخد تليو، ورق جوافة، لبان ذكر، عسل، تحليهم بالعسل النحل صباحا ومساء بفضل الله وبكرمه، مع اللبن اللي هيرضعه الطفل بفضل الله هيتحسن جدا وهيروح الكح. الابن اللي عنده 5 سنين وعنده أنيميا يا ريت تديله الحاجات اللي أنا قلتها لسه، التمر والتين والزبيب المنقوعين، عسل أسود، وده يا ريت وجبة العسل والطحينة اللي كنا زمان نحبها تتقدم دلوقتي، والله أفيد 1000 مرة من اللانشوهات والبسترمهات والحاجات اللي في العلب، كل دي حاجات فيها ضرر كبير. فين أكل أجدادنا؟ هو ده عسل وطحينة، نعمل لهم شرايح كبدة، يأكلوا كبدة الدجاج، يأكلوا القوانص. الأطفال اللي كانوا زمان كانوا الأسر كده تطلع الكبدة تديها الأصغر واحد في العيلة يقدر يأكل، لكن دلوقتي ما قلت الأولاد يقولوا لا أنا بقرف من ده ويقرف ده ويروح يجيب سندويتش كله أمراض. نقول لا، هناخد الحاجات اللي فيها الحديد ونديهم بقى الخضروات الطازجة، نضرب لهم الجرجير يأكلوه، ويمكن من الحاجات المبشرات والله شفناها في السعودية ونشوفها هنا في بعض المحلات، بدأت بعض المحلات تعمل عصائر طبيعية
بكل انواع الخضرات والفواكه، ودي حاجه ما كناش بنشوفها زمان. دلوقتي بقى كله طبيعي، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا، لان ربنا بيقول فلينظر الانسان الى طعامه. نشوف احنا بناكل ايه، مش الله حط وكل اي كلام، لا لازم بد تعرف بتاكل ايه وبتشرب ايه. فالانيميا هيكون ده العلاج عشان نرفع الحديد. اختنا ام عبد الرحمن من القاهره وجدت ان ابنها عنده سنه عنده صديد في البراز، حللت لقيت فيه الدوده الاميبا. طيب المشكله في ايه يا ام عبد الرحمن؟ نقول لابد ان احنا مش هندي بقى لده قش الرمان، هنديله عصير الرمان من افضل العصائر على الاطلاق. عصير الرمان ليه بقى؟ قاتل للاميبا، مبطن لل يعني للامعاء. وده يمكن في كلام سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، ما قال اكلوا الرمان بشحمه فانه دباغ للمعده. دباغ للمعده يعني بيبطن المعده، بيبطن برضه قولون. فاعصري له الرمان بالقلب بتاعه الابيض واديله العصير. لو لقينا مفيش نتيجه ممكن تعملي له مغلي الشيح وياخد كوب على الريق صباحا، كوب طبعا صغير يناسب سنه، يعني ممكن يدوله بالقطاره لمده اسبوع بفضل الله هيتحسن جدا. اختنا ام حنان من البحيره بتقول البنت شعرها بينزل بكثره. طبعا الوصفه اللي احنا قايلينها، بس في حاجه مهمه يا جماعه، كتير من الناس احيانا شعرهم يقع نتيجه انيميا، ان شعره الراس دي زي اي نسيج في الجسم بتتعب، لو الحديد مش وصل لها تتساقط. فلابد ان احنا نعمل تحليل دم ونشوف نسبه الهيموجلوبين كام. لو لقينا نسبه الهيموجلوبين قليله نحاول نحسن ده، سواء بالغذاء او ببعض اقراص الحديد المتوافره وموجوده في كل الصيدليات، ولكن خدوا الحاجات الطبيعيه ابتداء علشان الشعر ينمو صح. طيب ممكن يبقى في نقص في الزنك، في ممكن ناخد حاجه اسمها الفيتا زنك، ده عباره عن كبسولات، بس دي ما بنديهاش للحوامل ولا للي بترضع، يعني لو اي حد تاني ممكن تاخد الزنك الفيتا زنك. امت اختنا امت الله بتقول ابن عمي عنده 5 سنين اتصاب بفيروس ايه وفي الكبد، والحمد لله خف والدكتور طمنا. بتقول بس انا قلقانه. قول لها لا ما تقلقيش، هو بفضل الله الحمد لله فيروس ايه ده اخف الفيروسات اصابه للكبد وبيتحسن بفضل الله. يعني اللي بيجي له فيروس ايه نقول له بس الاواني اللي بتاكل فيها ما تحاولش حد ياكل معاك الكوبايه المعلقه، وتحاول ان انت ترتاح ما تبذلش مجهود، وبياخد حاجات مسكره بنقول افضلها عسل النحل، مع كل حاجه ياخد فيها عسل النحل بفضل الله بتعدي المرحله وبيخف. ولكن ما نبقاش قلقانين، ان شاء الله هو كده خف زي ما الدكتور جزاه الله خيرا قال لك انه هو بقى كويس خلاص اطمئن. محمد من بورسعيد بيقول عايز قبل ما اقدم على الزواج اطمن. بنقول له يا محمد ده هو ده مطلوب الان حتى في وثيقه الزواج، ان انت تجري كشف طبي. يا ريت تروح لاي عياده. هو طبعا الشباب، ونقول ده من نعم الله علينا ان عندنا الشباب العفيف، الشباب اللي هنقول عليه النقي التقي اللي ما يعرفش، الحمد لله بيتزوج وجاء خايف يقول ما اعرفش. نقول له والله هذه نعمه من الله عز وجل، ان انت ربنا سبحانه وتعالى عصمك، وان انت خايف وانا حاسس ان الزواج ده والموضوع سهل بفضل الله، ولكن يمكنك الاطمئنان في اي عند اي دكتور من دكاتره الذكوره بفضل الله يطمنوك لو هتعمل تحاليل او حاجه عشان تطمئن على نفسك، ونقول لك يعني بالتوفيق وربنا يكرمك بزواجك ويزوج كل بناتنا وابنائنا اللهم امين. هناخد اتصال ونيجي لاختنا الحاجه فاطمه، بس ناخد اتصال الاول. اختنا امت الله من اسوان، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه اختي اتفضلي. لو سمحت، امي عندها ظروف في الفقره الخامسه والاولى. وراحت كشفت وعملت اشعه رنين فقالها عمليه. فكله بيديها مسكنات دلوقتي، فهي برضه تعبانه خالص. نعم. يعني ما بتنامش وعندها عرق النسا.
برضو. حاضر. والفقرة بتاعت الظهر بعيدة عن بعضها الفقرات. نعم. الله يشفيها ويعافيها يا رب. أخونا الأستاذ محمد من المنيا. السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. دكتور الله أنا عشان دي من الأردن يعني فعندي كام سؤال لأول مرة أخش مباشرة وثاني مرة مع حضرتك. لا اتفضل اتفضل يا أخويا اهدى كده خد نفس وصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وبعدين اسأل. اللهم صل وسلم عليه الصلاة والسلام. اتفضل يا حبيبي. دكتور أول حاجة والدتي بتغسل بعد موضوع الغسيل بيجي لها صداع جامد جدا يعني بتغسل. أيوه. بيجي لها صداع جامد. نعم. فشوف حضرتك يعني ايه الوصفه طبعا عشان مش متحب العلاج كتير هي الادويه الزبرينات. نعم نعم. لما تتعب يعني ومش متحب تاخد اي كان الله فوق في وصفه في زيوت في كذا ده اول حاجه. أيوة. كنت عامل مداخله معاك بالنسبه للحساسيه وصدري كده احيانا بتلاقيه خفف كويس واحيانا زي ما قلت لك خربشه من بودره بس ما قلتلكش ان انا كنت شغال في شركه ادويه من الاكتف تبع الادويه الماده الفعاله والكسيب مثل الماده المساعده. بتشتكي بقى من ايه انت يا محمد؟ نعم انت بتشتكي من ايه؟ ما بقول لك هو الدكتور قال لي التهابات وفي دكتور قال لي حساسيه على صدرك احيانا زي خربشه. ايوه بتغيب وتحضر يا دكتور يعني النهارده كويس ممكن بعض الايام اذا غيرت الجو او مش عارف يعني. نعم. كده نعم. بتلاقي اختلف في خربشه في صدري يعني باخد نفس بيطلع النفس. ثالث حاجة عندي ابن عنده 11 سنة يا دكتور ونحيف وعملية تحليله خد جرعة قبل كده طلع معاه أنيميا أو ديدان. أيوه لو في وصفة عند حضرتك لو سمحت. حاضر شكرا يا دكتور. الله يكرمك يا محمد صحة وبركاته. شكرا شكرا يا دكتور بارك الله فيك. أختنا أم محمد من البحيرة. السلام عليكم. عليكم السلام. عفوا بقى انا ايه كحه زادت معلش اتفضلي. السلام عليكم. ازي حضرتك يا دكتور امير؟ الله يرضى عنك يا اختي. ربنا يكرمك يا رب. انا حضرتك جبت زيت كنوز هو جميل جدا وربنا يبارك لك يا رب. الله يبارك فيكي. ربنا يخليك يا رب. انا بالنسبه لبنتي عندها 3 سنين واربع شهور بس انا قلقان عليها خالص عشان خاطر هي مش بتتكلم. وسمعت حضرتك دلوقتي بتقول على الحجامه وكده بس انا عايزه يعني المكان اللي نعمل فيه الحجامه دي وكده يعني. هي بتشتكي من ايه يا ام محمد؟ هي كانت بتتكلم كويس بس انا عشان خلفتي مهند ابني انا متوتره شويه عشان اول مره اتكلم في التلفزيون يعني وكده. لا لا ربنا يكرمك صل على الرسول واهدي. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. هقول لك تعملي فين حاضر الحجامه. انت لو على التليفون خدي التليفون بتاعي من الكنترول وانا اقول لك فين حاضر. اختنا سلوى من البحيره. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا اختي. لو سمحت يا دكتور والله يعني عندي والدتي على طول الصداع عندها ما بيبطلش. ايوه هي عندها الضغط بس بتاخد اللي هو حبوب الضغط وبرضه بيخف. نعم. وفي سؤال والله لو سمحت يا دكتور. حاضر. وفي سؤال كمان لو سمحت يا دكتور. اتفضلي. بص انا عندي طفلين. ايوه. طفل عنده 5 سنين. ايوه. وطفل عنده 3 سنين. ايوه. وحرف الرهب ما بينتبهوش خالص. مالهم؟ حرف الرهب. السامع والله. علي صوتك طيب. حرف الرهب حرف الرهب ما بينتبهمش خالص خالص. رمل؟ الرهب الرهب. يعني اخواننا اللي في الكنترول لو سامعين السؤال يقولوه لي. معنا اختنا ام سيد من الجيزه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حاج ام سيد. ازاي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. تستاهل الحمد. اتفضلي يا اختي. دكتور انا كان عندي حصل لي دور برد خدت. أيوة. علاج. نعم. وجع لي معدتي والقولون اللي هو على اليمين دوت. ايوه. اتفضلي. بس ربنا ما يحرمنا منك يا دكتور. ربنا يبارك في حضرتك ويشفيك ويبارك لنا فيك يا رب. الله يرضى عنك يا اختي. الله يخليك. ماشي يا اختنا. ايوه اختنا سلوى من البحيره كانت بتقول الطفلين ما بينطقوش حرف الر. طيب احنا كده عرفنا السؤال وان شاء الله نجاوبه.
طيب نجاوب قبل بقى ما الوقت بيجري. بنقول الحاجة فاطمة بتقول هي عندها يعني ربنا يبارك في عمرها 60 سنة، بتعاني في ضيق في القناة العصبية، عملت جراحة، وده يمكن أنا قلت لها الإجابة في التليفون بس مصر أن أنتوا تسمعوا يا أخوانا الإجابة. مفيش مريض يعمل عملية في العمود الفقري ويهمل العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي أن الجراحة وسعت القناة، ولكن مين اللي هيحرك، مين اللي هيقوي عضلة، هو ده دور العلاج الطبيعي. يبقى دور العلاج الطبيعي جنبا إلى جنب مع دور الجراح اللي بيقوم بالجراحة علشان يكتمل هذا الدور. لكن ما نجيش نقعد شهرين يحصل تيبس في الفقرات وتعب ووجع وتقولك أنا زي ما كأني ما عملتش حاجة. لا، مفروض المريض بعد الجراحة حتى لو هنلبسه حزام، حتى لو هنخليه يتحرك، بس لابد أنه عمل العلاج الطبيعي علشان نقول بسرعة البدء فيها علشان الألم يروح ويزول بإذن الله تعالى. أختنا أم عمر من كفر الشيخ بتقول تساقط الشعر، وأنا قلت لها ريت تاخد حاجة فيها زنك وفيتامين، ودي إن شاء الله موجودة في الصيدليات. بتقول في مناطق في الجسم فيها ترهل، إزاي نقويها؟ بنقول أهم شيء في هذه المناطق إن إحنا نعمل تمرينات خاصة بهذه المناطق. أضرب لكم مثال، يعني في لو مثلا الثدي فيه ترهل كبير، بنعمل عضلات تمرينات لعضلات الثدي، إن أنا ممكن أجيب وزن وأجي من بعيد أبدأ أعمل تمرين، بشغل إيدي أفتح وأقفل، ده بيقوي عضلة وبيحصل فيه تخلص من الشحم أو الدهون المغطية لهذه العضلات. لو في الأرداف أو في الرجلين في الساقين نعمل تمرينات خاصة، ويمكن يعني بفضل من ربنا وبرحمته التمرينات موجودة كلها على النت اللي احنا عملناها طوال شهر رمضان. احنا خدنا مجموعة يعني عملناها وطبقناها، نشوف المنطقة اللي فيها تعب نروح للبرنامج اللي موجود على الموقع، سواء الموقع الرسمي للقناة أو الموقع الرسمي للدكتور أمير صالح أو على اليوتيوب، نخش نشوف تمرينات خاصة بعضلات كذا موجودة، ودي ما بتاخدش دقيقتين، أنا أقعد أتفرج عليها وأركز وأعمل التمرينات الخاصة بفضل من الله بتحسن. ممكن أدهن زيوت؟ نعم ممكن، بندهن زيت الزيتون مع زيت الكافور مع زيت النعناع، ونحط نقطتين من زيت الشطة ونلف المكان بمشمع ونعمل تمرينات بفضل من ربنا لها نتيجة جيدة جدا. أختنا لها يعني اقتراح بتقول يا ريت كل أسبوع نعمل نظام غذائي خاص ويتعرض على القناة. طبعا ده من تجديد البرنامج ممكن نعمله بحيث كل أسبوع يبقى عندنا نظام جيد جدا نستخدمه. أختنا أمات الله من أسوان بتقول الوالدة الله سبحانه وتعالى يشفيها ويعافيها يا رب، عندها ديسك أو غضروف من الفقرة الخامسة القطنية والأولى العجوزية، وعمل لها عرق الناسة في رجليها، والدكتور قال لها عامل لك عملية. تقول أنا بتاخد مسكنات دلوقتي علشان بس تسكن الوجع. تقول هل ممكن من أسلوب تاني علاجي ما يخلينيش أحتاج للجراحة؟ نقول 80% من الناس اللي عندها غضريف ما بيحتاجوش لجراحة، 80% كتير يعني. فممكن نعمل إيه؟ ممكن نعمل تقوية لعضلات الظهر، ممكن نعمل إنقاص للوزن رجيم، ممكن نعمل جهاز التنس، إربة المياه السخنة، جهاز الأشعة المتداخلة أو بيسموها الموجات المتداخلة، ممكن أشعة الليزر، ممكن عمل الحجامة، ممكن نعمل مساج سواء يدوي أو مساج بالكهرباء. كل دي وسائل بفضل من الله بتريح. أو نلصق اللواصق اللي بتسمى اللواصق الكينيسيو، دي كل عيادات العلاج الطبيعي والدكاترة ممكن بتدرسها في الكلية دلوقتي لكل طلابنا علشان ده حاجة سهلة. لو استجابت الأم والألم خاف والعضلات قويت والوزن نزل ما نحتاجش لجراحة. لكن لو لقينا بقى بالرغم ان عملنا كل هذه الاساليب اللي انا بقولها اللي انا متاكد ان ما فيش حد عملها كلها ما جابتش نتيجه، ساعتها يبقى احنا حكم المضطر نلجا للجراحه. ولكن بالنصيحه اللي قلتها لابد من عمل علاج طبيعي مباشره بعد الجراحه. اخونا الاستاذ محمد من المنيا بيقول الوالده بتغسل الكلى، نقول نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيها محمد، وبتعاني من صداع بعد الغسيل
طيب انا هوصف لك حاجه، عشب اسمه الايكيدونيا او البشمله. هتجيب ورقتين على لتر ميه وتغلو وتشرب كوب صباحا ومساء، نشوف كده لمده 4 اسابيع الحال الصداع هيجرى له ايه، مع عمل تدليك لفروه الراس كلنا نحاول نعمله. اني ببدا اعمل تدليك لهذا المكان او اشد لفروه الراس او ابدا احرك ايدي يمينا ويسارا، او ممكن اعمل شد للاذن او اعمل شد الخصل الشعر، بفضل من الله بدون علاج 90% من المرضى بيتحسنوا بتدليك فروه الراس مع عشب البشمله او الايكيدونيا. اخونا محمد بيقول هو شغال في شركه ادويه، والالتهابات اللي بتجيله على صدره طبعا المواد الكيماويه لها اثر، لذلك بنصحك هتاخد التيليو، لبن الذكر، ورق الجوافه متحل بعسل النحل، وممكن تاخد ورق اللبلاب. ورق اللبلاب اما بتغلي بيضيع الكحه على طول. انت شفتني بكح ازاي؟ انا ما كنتش قادر اتكلم من قيمه يومين، لكن بفضل من الله ثم بهذه الاعشاب بفضل ربنا الحمد لله بدات اتكلم، وزي ما انتم سامعين صوتي بالرغم ان انا ايه بقى يعني بكح، ولكن يعني انا كنت في حال غير الحال. فالخروشه اللي في صدرك والحاجات دي هتروح باذن الله تعالى. بيقول ابنه 12 سنه ونحيف وقالوا عنده ديدان، فبنقول لك طبعا هترجع لايه؟ الرمان بالدباغ، يعني الرمان بناكله بما فيه، يعني اكل الرمان بشحمه، ناكله بالايه؟ بالابيض اللي جوه ده اللي هي الفواصل اللي بين حبيبات الرمان، او نجيب قشر الرمان الخارجي بنغليه، بنغليه ملعقه صغيره على كوب ميه، وممكن نحط معاهم الشيح ويتشرب على الريق لمده اسبوع، بفضل ربنا بيضيع الديدان بالمره. وده من الحاجات اللي كانوا يمكن اجدادنا زمان بيعملوها لنا، شربه الملح وشربه الزيت كنا نكنس امعائنا بهذه الاشياء. دلوقتي مفيش حد بيدي الشربات دي من الاباء ولا الامهات، فنقول عليكم بالشيح وقشر الرمان. اختنا ام محمد من البحيره بتقول انا جبت الزيت وطلع كويس، نقول طيب الحمد لله، نسال الله سبحانه وتعالى، احنا بندعي ربنا ان هذا الزيت ينفع ربنا بيه كل اللي محتاجه، ويعني يطفي على الشعر القوه الحيويه ويعيده في احسن صور. بتقول البنت عندها 3 سنين و4 شهور، عايزين نعمل لها حجامه علشان اتاخرت شويه، فان شاء الله يعني تتصل تاخد الرقم من الكنترول. اختنا سلوى من البحيره بتقول والدتي عندها صداع، يمكن دي بتماشي مع السؤال بتاع اخونا محمد، الصداع بتاع والدته بعد غسيل الكلى، لكن هنا من غير غسيل بس هنا في ضغط مرتفع. بتقول يا ريت يا ريت نبدا نطمئن على الضغط. احيانا بعض الناس بياخدوا دواء الضغط ولكن ما بيقيسوش الضغط، يكون الدواء مش جاب مفعول، مش مأثر. تقول لك والله انا باخد الدواء. احيانا ناخد الدواء بس بناخده مع ادويه اخرى فيحدث ما يعرف بالتضاد او التداخل بين الادويه. المفروض لو في دواء مضاد للالتهاب مضاد للاحتقان ما يتاخدش مع ادويه الضغط، ممكن بياخد دواء الضغط بس باخد حاجه حادقه، باخد حاجه فيها قهوه او شاي ممكن تاثر، فنقول يا ريت تاخد حاجات تخفض الضغط زي الكركديه، الشاي الاخضر، المرمريه، اليانسون، كل ده بيخفض الضغط. عندها طفلين 5 سنين و3 سنين عندهم حرف الراء، هنقول نعمل لهم حجامه مع التخاطب ان شاء الله يخفوا. اختنا الحاجه ام سيد من الجيزه بتقول عندي برد وخدت له علاج، عمل لي وجع في المعده والقولون. نقول لك شفاك الله وعافاكي، هتاخدي مغلي الشمر واليانسون وممكن البابونج معاهم بفضل الله، لو خدتيه بعد كل وجبه 3 مرات في اليوم، واعمليه خفيف بلاش تعمليه حاجه مركزه، هتحس براحه وربنا يشفيك ويعافيك. الحلقه جريت والوقت جري، وعودا حميدا نسال الله سبحانه وتعالى ان يجري الحق على السنتنا اجمعين، وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين، ويرفع قدر اهلها ويرزق اهلها من الثمرات، اللهم امين. ويجنب اخوتنا في سوريا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويحقن دماء المسلمين اجمعين. في الختام احبائي في الله، اسال الله سبحانه وتعالى
أن يشفي كل مريض وأن يعفو عن كل مبتلى، هو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطب سلام وأمان.